أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا هبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات والعينة هي اللي هتجيب الزبون. أنا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصورة دي. أنت مش أنا لوحدي اللي وسخ يا أستاذ. أخرس. تعرف إن أنا واحدة من ضحايا الفرح؟ إيه ده؟ ضاع من حضرتك حاجة؟ لا، أنا بتكلم على الإصابات. على فكرة هي مش باينة، وبعدين دي بسيطة. أنا عارفة إن دي بسيطة، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطة. ممكن اللي في دماغك، بس بشروطي والوقت اللي نختار.